الخير عليكم، معكم البيضاويه جليله. كنقول لكم عيد مبارك سعيد. بغيت نشاطر معكم فطوري ديال نهار العيد المولد. حتى انا شارك معكم طبيعتي المتواضعه، وهاد يحصل لي الشرف انني نقول لكم شنو وجدت في هاد الطبيله. كما كتشوفوا وجدت بسمنات، درت هاد التشكيله الحلوه. دابا نخلي لكم الرابط ديال هاد الحليوات، بالمناسبه هما راهي معجينه وحده، غير الديكوراسيون ديالهم والتفنان يعني كيخرج لكم تشكيلات محترمه. دي كاب كيك بالنسبه للناس اللي كيبغيو يعطيو الوليدات، راه تيعجبهم. انا واخا ما عنديش الوليدات، قهوه نعملها لها قهوه. نعم. هنا غادي تقولوا لي شنو هذه؟ هذه العصيده، حكم انا في فاس راجلي انا ولا بد كيبغيها، كيفطر بها كيحمق على العصيده. العصيده دابا نخلي لكم حتى هي الرابط ديالها. صوب من السميده الرقيقه، زبيده بلديه مليحه، كدير لها عسيله ان شاء الله. دابا نشاركها معكم. هنايا صوب صغيريرات، وتبارك الله هادشي اللي وجدت. والبريريد ديال عتين عامله لا بريريد وجدته لكم. ايوا حتى انا هانتوما كتشوفوا، بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لك الغربه، حتى انا هانتوما كتشوفوني انا كنفطر غير بوحدي، اي انا والزوج ديالي، طبيلتنا المتواضعه المتواضعه جدا. غتسمعوا كنخرشش، بغيت نجبد لكم شويه العود، بغيت ندير لكم شويه العود. عطر الله نهاركم وعيدكم، واللي كيتمنى شي حويجه في خاطره الله يسهلها عليه، واللي مريض الله يشافيه. ايوا هذا هو فطوري ديال اليوم، متواضع جدا جدا. تولاتي وصافي، وقبلوا عليا وقبلوا على طبيلتي وقبلوا على ترحيبي بكم، وكنتمنى لكم عيد مبارك سعيد وبصحيحة وبالعافية ان شاء الله. واخا نقولها ونعاود نقولها لكم، نتمنى لكم كل خير. ونختمها معكم، نختم معكم هذا الفيديو ان شاء الله بهاد الكبه ديال اتاي. عارفه عشاق اتاي غادي يتقلقوا عليا. يلا ونقول لكم عيد مبارك سعيد، والى الملتقى ان شاء الله مع فيديو اخر. ونتمنى لكم حياه سعيده ان شاء الله يا ربي. الى اللقاء، وما تنساونيش ديروا لي ابوني وخليوا لي شي تعليق زوين زوين زوين. شوفوا يلا، باي باي عليكم.